طبيعة الحال لن تخلو من ذكر كوفيد 19. أيوة أنا معاك جدا للأسف. الخبر اللي جاي هو برضو بيتحدث عن تحذيرات كتير لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية أيضا. طبعا كل الحكومات خلينا نقول أصلا بتحذر من الموجة الثانية لكورونا، وأعداد الإصابات كمان بدأت إن هي تزيد، والملاعب أكيد زيها زي قطاعات كتيرة رجعت برضو تتأثر. أهم حاجة إحنا دايما بنقولها نخلي بالنا، نحافظ على نفسنا، نلتزم بالإجراءات الوقائية، وأكيد بعد كده الباقي بقى ده بتاع ربنا. يعني نستعرض بقى مع بعض آخر الأخبار، أخبار كورونا في الملاعب. البداية كانت مع نادي بايرن ميونخ الألماني اللي أعلن إصابة مدافعه الدولي بفيروس كورونا المستجد، وإن اللاعب في الحجر الصحي بمنزله وإنه في حالة جيدة حاليا. أكد أيضا النادي في بيان لي إن اللاعبين والجهاز الفني والإداري بيخضعون لاختبارات يومية وفقا لبروتوكولات الكشف عن كورونا. طيب الكلام ده في ألمانيا. بالنسبة بقى لإيطاليا، خبر تاني عن توتي، وهو طبعا لاعب فريق روما ومنتخب إيطاليا السابق اللي كان بيشكل ظاهرة كروية بالمعنى الحرفي لأجيال معينة كلهم عارفينه بالاسم من عشاق كرة القدم الإيطالية. أصيب هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وذكرت بعض وسائل الإعلام الإيطالية أن توتي وزوجته عملوا مسحة كورونا بعد ما ظهرت عليهم هما الاثنين مجموعة من الأعراض زي الحمى وأيضا الشعور بالضعف العام، وجاءت النتيجة إيجابية. أكدت وسائل الإعلام أن توتي اللي بيبلغ من العمر 44 سنة هو وزوجته دخلوا حاليا حجر صحي ذاتي في الفيلا الخاصة بهم بضواحي العاصمة الإيطالية روما حتى يتماثل للشفاء. طيب نكمل بقى مع حضراتكم وبرضو سلسلة الأخبار. وفي 11 لاعب من أياكس أمستردام الهولندي برضو أصيبوا بفيروس كورونا، ده عشية مواجهة ميتلاند الدنماركي في بطولة دوري أبطال أوروبا. النادي الهولندي ما كشفش عن أسماء المصابين لسه، وأعلن أياكس كمان أن بعثة فريقه المتجه إلى الدنمارك اقتصرت فقط على 17 لاعب، وبيحل هنا أياكس ضيفا على ميتلاند في المباراة اللي من المقرر بأن هي بتجمعهم النهاردة يوم الثلاث ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.